نستضيف النشر لهذا المساء السيد زكريا محمد صالح، نائب الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ وعضو برلماني بالجمعية الوطنية، ونناقش معه بعد لحظات حول الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد من سياسية واجتماعية واقتصادية. أهلا بك كضيف نشر لهذا المساء. في هذه الأيام نرى هناك مثلا تجاذبات بين الحكومة والنقابات العمالية البركدية فيما يتعلق بالأوضاع الراهنة. أنتم كحزب حاكم وهو حزب الحركة الوطني إنقاذ، ما هي قراءتكم لما يجري الآن على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي؟ شكرا جزيلا الله خير. نحن طبعا كحزب نعيش عن قرب هذه المشاكل التي الآن تعيشها البلاد، وكحزب عندنا أقربية رئاسية متواجدة، ناشدنا الأطراف خاصة جمعية النقابة الجلوس مع الحكومة والتفاهم والتفاخر في حل المشاكل الآن الموجودة، وما في داعي عشان في مؤسسات رسمية مؤسسة يجب أن تعطل في الوقت الحالي هو التعليم والصحة، ولهذا علينا أن نتحاور ونتقارب حتى نجد حلول لهذه المشاكل. أما إذا كان كل واحد يجيب بموقفه وموقف صندوق النقابة وموقف شيء يقول، ونحن نشدناهم لعدة الطرق، خليه يجلسوا مع الحكومة ويتفاهموا، لأن الحكومة هذه هي عندها قانون وقانون موجود وعلينا كلنا احترام. فلهذا إذا أردنا هناك في مشكلة في بلدنا موجودة، التفاهم بيناتنا والجلوس والنقاش لحل هذه المشاكل هو هذا الحل الأسمى والأجمل لكل مشكلة لها. طيب يعني كحزب حاكم مثلا، ما هو موقفكم تجاه ما تشهد الساحة الآن لا سيما في القرارات التي اتخذت من قبل الحكومة؟ الحكومة هي اتخذت هذه القرار بناء على المصلحة العامة، هذا حسب رأينا نحن كحزب وحسب سيادة رئيس الجمهورية. المصلحة العامة تتحتم وواضح، كل الناس تشهد الآن النكسة الاقتصادية العالمية، ليس الاتشاد وحدها، العالم كله الآن بعيش في نكسة اقتصادية. تشات من ضمن الدول المغلقة المحاطة بست دول مشتعلة كلها، تشات ما عندها ميناء، تشات ما عندها سكة حديد، تشات ما عندها مد طيران عشان يجيب لها اقتصاد، اقتصاد تشات اقتصاد ضعيف تعرض لنكسة اقتصادية عالمية، والحكومة الآن تبحث لحلول. فعلينا الجلوس والتحاور حتى نفهم كيف الطريقة، نطلب كلنا يد بيد، مش عشان أنا نرفض وذاك يوافق، لا نقبل نحن كحزب حاكم وكأغلبية رئاسية متواجدين لا يمكن أن نرضى أضرر لشعبنا، وحكومتنا إذا كان عارفينها ما عندها حالة ممكن نتكلم، لكن دايرين نخلي الإخوة في نقابة العمال يجلسوا مع الحكومة يجيبوا اقتراحات يتحاور بيناتهم، واستمرارية العمل هذا من شيم توجهاتنا ومن شيم توجهات مؤسس هذا الحزب وهو رئيس الدولة. ونحن مرينا بأزمات كثيرة ومتأكدين تماما تماما نتخطوا هذه الأزمة بشجاعة وبكل قدرة إن شاء الله. إذا هناك السيد الأمين نائب الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ، بعض الجمعيات المدنية التي تقول أنها تنتمي للحزب الحاكم تنتقد النقابات العمالية لما قاموا به، في اعتقادكم كحزب حاكم هل ما يقوم به الآن أو ما تقوم به النقابات العمالية هو حق مشروع؟ نقابات العمال في العالم كلها تطالب بحق العام، ولكن بتنظر الرؤية العالمية المتواجدة. الشيء اللي جاري الآن في العالم ما هو؟ هل كل العالم مرتاح ونحن فقط الوحيدين اللي كان ما عايشين كويس؟ نحن ننظر لبلدنا أول بأول، ننظر لبلدنا ماذا كانت، كيف كنا في الماضي وكيف وصلنا إلى هذه المرحلة. علينا التشاور، علينا الحوار ما بيننا، علينا الإخراج كلنا يد بيد عشان نخرج بلدنا من النقابة. نعم هناك في نقابة من حقها أن تطالب بطرق، ولكن بطرق المشروع ليس بطريقة دعوة إلى المظاهرات، دعوة إلى التكسير، لا هذا مش حل. فالنقابة عليها مسألة التعليم، تضحية التعليم، تضحية المعلم دائما يضحي من أي طالب، كلنا أبنائنا الآن أكثر من 100,000 طالب الآن واقفين، من 100,000 مريض الآن واقفين، ف
فليش أنا كان من القراتب وقصوا مني حاجة قليلة نوقف العمل؟ علينا نستمر ونتحاور مع الحكومة، إذا لقينا مخرج فنحن مع الحلول المعتدلة والسليمة، وعلى كل خلينا احترم عندنا دولة واحترام القانون واجب. نعم. طيب النقابات هي دائما تدعو للإضراب وتدعو إلى خدمات مبسطة، والكثير من الإدارات لا تقبل بخدمات مبسطة. في ما يتعلق بجمعيات المجتمع المدني تنادي بضرورة الخروج و المظاهرات وما إلى ذلك، في اعتقادكم كحجب حاكم ويعيش هذه الأوضاع كما ذكرت في البداية يعيشها عن قرب، أي من لهم الحق، النقابة التي تدعو للإضراب أم جمعيات المجتمع المدني التي تنادي بضرورة الخروج والمظاهرات؟ نحن كحزب نشوف الآن الحكومة تجاهد وتكافح تجاهد وتكافح من أجل حل حالة الوضع الفجر الوضع الاقتصادي بأي شكل كان، ولهذا نحن ما خايفين من أي دور تقوم بها الحكومة اللي حلت هذا هذا من جانب. أما الناس الذين يدعون إلى الإضراب جات عاشت هذا الجو، جات عاشت الحروب 40 عام، جات ما غريب علينا الناس الدول جات ليس أغنى من العراق وليس أغنى من ليبيا وليس أغنى من الدول الآن اللي خربت، أين اقتصادهم الآن؟ دول غنية الآن، الناس اللي تدعي للخراب قبل وسائلة هذول الناس ما عندهم ما يقدموا، وكل الناس الذين يدعون إلى الخراب كانوا جزء من هذا النظام وكانوا خدموا في هذا النظام، وعلى رأسهم كثير من رؤساء المعارضة. مثلا نديك مثلا الحبو كان وزير الطرق والتعليم في الحكومة الآن الموجودة، نحن نتكلم عن جمعيات المجتمع المدني وليس أحزاب سياسية في الأمين العام، أيادي سياسية في أيادي سياسية تحرك هذه الجمعيات، ولهذا نحن نقول لهم نناشد كل الناس الإضراب والمظاهرات والتكثير ليس حل، الحل في الحوار والجلوس مع الحكومة لأكيد نلقوا مخرج، والحكومة عندها الحلول التي تجد فيها المخرج. كلام جميل.